السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب عملنا إثبات سحب الموقع التعدين على عملة الدولار. الموقع ده كويس وصادق، أنا ساحب منه لحد الآن حوالي 60 سنت. آخر حاجة سحبتها منه 10 12 سنت، هو الحد الأدنى فيه 11 سنت، بس لازم يكون في رصيدك 12 سنت. نخش كده على السحوبات يا شباب، هنلاقي هنا أنا ساحب 60 سنت أهم. آخر حاجة سحبتها كانت 11 سنت، كانت 12 سنت، وصلني 11. خدوا بالكم من اسم الموقع أهو. هخش على بنك الباير أهو يا شباب، اخر حاجة وصلتني هو منه الموقع، اسم الموقع اهو. لو خدنا الموقع كده كوبي وفتحنا نافذة جديدة وحطينا الموقع كده، اهو يا شباب هتلاقوه هو الموقع. وبكده يا شباب اللي كان مسجل في الموقع ده من ساعة ما شرحته يقدر يخش عليه ويسحب. وبكده اكون انتهيت من الشرح. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله.